قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالقضاء. معلوم أن الفرائض أو كثيرا من الفرائض والواجبات الشرعية تقضى، بمعنى أن لها صفتين: أداء وقضاء. فالأداء هو الإتيان بالفرض في وقته المحدد، وذلك أن الشرع جعل للفرائض أوقاتا محددة، بمعنى أن بعضها له أوقات محددة وبعضها أوقاته مفتوحة. ولهذا فإن الواجبات بهذا الاعتبار منقسمة إلى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب المضيق هو الذي له وقت لا يسع غيره، بمعنى لا يمكن أن يؤدى فيه سوى هذا الفرض المحدد بهذا المقدار. أما الموسع فهو الذي وقته يسعه ويسع غيره. فمثلا الصلاة ذات وقت موسع، يعني فرض الظهر مثلا وقته واسع من الزوال إلا أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني مثلا في هذه الأيام الأذان تقريبا 12:30 و 5 أو قريبا من ذلك ظهرا إلى وقت العصر والرابع إلى ثلث تقريبا، كل هذا وقت لصلاة الظهر. والظهر 4 ركعات، لو حسبتها بالصلاة المعتدلة قد تصل 7 دقائق أو نحو ذلك، بينما من 12:30 إلى 3:30 مثلا تأخذ صلوات كثيرة في نفس كمية المقدار المحدد لفريضة الظهر مثلا. فما دام أن الوقت يسع الفرض وغيره فإن هذا يسمى واجب موسع أو وقت موسع، وقت موسع. أما الوقت المضيق فهو الذي لا يسع هذا الوقت إلا الفرض نفسه، وذلك مثل رمضان، شهر رمضان لا يسع إلا رمضان ولا يتسع إلا لوقت رمضان، إلا لوقت شهر رمضان من يوم 1 رمضان إلى 30 رمضان إذا كان تاما أو 29، وكل يوم يصام ولا يسع غيره. فإذن هذا يسمى واجب مضيق، يسمى واجب مضيق بمعنى أنه لا يسع غيره ولا يمكن. بينما صلاة الظهر كما قلنا يمكن الواحد يصلي صلوات كثيرة، ففي الواجب الموسع وفي الوقت الموسع تستطيع أن تصلي 12:30 مثلا إذا كان الوقت 12:30، صلي الساعة 1:15 1:45 1:30 2:15 2:15 إلى آخره، كل هذا وقت للصلاة. في أي وقت في أي جزء من الوقت وضعتها فأنت قد أديت الصلاة في وقتها، فيكون إتيانك بها أداء، فيكون إتيانك بها أداء لأنك صليت في الوقت. وبالنسبة لرمضان أيضا إذا أديته في وقته فهو أداء. فإذا ما خرج الوقت فحينئذ يكون قد انتهى الوقت، والصلاة مثلا إذا كان الفرض والصلاة، والصلاة باقية في ذمتك وذمتك مشغولة بها فعليك أن تقضيها، فيسمى قضاء لأنك أديتها خارج الوقت أو أديتها بعدما فات الوقت وبعدما انتهى الوقت، فمن هنا تسمى قضاء. ومثله من عليه أيام من رمضان فإنه يقضيها قضاء. لماذا سميت قضاء؟ لأن الوقت قد انتهى، لأن الوقت قد انتهى. الحج يقولون إن فيه شبهين: وقت موسع باعتبار ووقت مضيق باعتبار. فهو موسع من حيث إنه
يؤديه الإنسان في أي وقت، وإن كان الأصل في الواجبات الشرعية أنها على الفور، الواجبات الشرعية الأصل أنها على الفور، والإنسان إذا كان مستطيعا واستجمع شروط وجوب الحج يجب عليه الحج وذمته مشغولة. لو فرضنا مثلا أنه أصبح مستطيعا في عام 1415، صار بالغا وصار عنده مقدرة مالية وعنده استوفى جميع الشروط التي يذكروها الفقهاء في وجوب الحج، فتوفرت فيه الشروط في حج عام 1415، لكنه لم يحج إلا في عام 1418. أداؤه في عام 1418 يعتبر أداء لا قضاء، لأن الوقت موسع، وإن كان مخطئ في التأخير عن 16 وعن 17 باعتبار أنه كان مستطيعا، لكن أداء في عام 1418 يعتبر أداء وليس قضاء، لأن الوقت موسع، الوقت موسع، فهو من هذا الباب وقت موسع. مضيق لأنه وقت الحج محدود باعتبار، إما إذا قلنا أشهر الحج هو في أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من الحجة، أو لأنه محدود أيضا كذلك من اليوم الثامن ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، فهو لا يسع غيره، لا يمكن أن يأتي بحجين في سنة واحدة، فالحج لا يأتي إلا أو لا يقع إلا فرض واحد في وقت واحد، فهو من هذا الباب مضيق، والوقت لا يسع غيره من ثامن ذي الحجة يوم التروية إلى اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق، هذه أيام الحج لا يسع غيرها، ولا هناك فرصة لشيء من الاختيار كما ذكرنا في مثال الصلاة. إذن قالوا إن الحج فيه الشبهان، هو موسع من جهة ومضيق من جهة، فإذن إذا أديت الصلاة أو أديت الفريضة في وقتها فهي أداء، وإذا انتهى الوقت ولم يؤدها فإن الذمة تكون مشغولة بها ثم يؤديها فتكون قضاء، ثم يؤديها فتكون قضاء. عندهم مصطلح آخر وهو الإعادة، عند قضاء وأداء وإعادة. الإعادة هي تكرار الفرض مرة أخرى، تكرار الفرض مرة أخرى، فيسمى يقال إعاد، إما لوجود خلل مثلا أو لأي يعني سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الإعادة. فالإعادة هي تكرار الواجب، الإعادة هي تكرار الواجب، أما الأداء فهو أداء الواجب في وقته، والقضاء هو أداء الواجب بعد خروج وقته. إذن بالنسبة لرمضان، وذكرنا بالأمس أنه واجب في حينما قسمنا الناس بالنسبة لرمضان، وقلنا إن هناك من يجب عليه وهو الصحيح المقيم، طبعا ما يضاف شروط أخرى هو الإسلام كما قلنا، المسلم البالغ المكلف الصحيح المقيم، إذا استجمع الإنسان هذه الشروط فإنه يجب أن يصوم في الوقت، يجب أن يصوم في الوقت، إذا كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما إذا لابد أن يصلي أن يؤدي الصيام في وقته، ويحرم عليه وليس عنده أي عذر في أن يترك الصيام ما دام استجمع هذه الأوصاف. أما إذا اختل بعضها على ما ذكرنا بالأمس فإنه يعذر في ترك أو في ترك الصيام أو في الإفطار في بعض هذه الشروط، كالمريض والمسافر، المريض والمسافر يعذر في الإفطار ويجوز له الإفطار ويترخص بالإفطار ما دام في سفره أو ما دام في مرضه، وكذلك الحائض والنفساء، وكذلك الحامل إذا أفطرت أيضا إما لمصلحة أو لمصلحة جنينها، وكذلك المرضع إذا أفطرت لمصلحتها أو مصلحة رضيعها، فإن هؤلاء معذورون، ولكن يبقى الواجب في ذممهم فإنهم يقضون قضاء، إذا انتهى الشهر مثلا وبعد الشهر فإنه وارتفع العذر فإنهم يقضون، فإذا تكون ذممهم مشغولة، وحينئذ لابد إذا ارتفع العذر وزال سبب العذر فإنه يجب أن يقضوا. والقضاء الأصل فيه أن يكون بالمبادرة، أن يكون بالمبادرة، ولهذا يستحب أن يكون بعدما ينتهي العذر، أو مثلا لو أفطر في أثناء الشهر مثلا ثم صام في بقيته كالحائض مثلا،
تكون أيامها أيام حيضها ستة أيام مثلا أو ستة أيام أو سبعة، فإنها تطهر هذه السبعة، فإذا ما انتهى الشهر فإنها تقضيها، وينبغي أن تقضيها فورا، وينبغي أن تقضيها فورا. ولهذا قال بعض الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يقولون إن من عليه قضاء لا يصوم ست شوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان في ست شوال: من صام رمضان، والذي في ذمته شيء لم يقضيه فهو لا يصدق عليه أنه قد صام رمضان كله، فالواقع أن باقي عليه أيام، سواء كان أفطر بسبب السفر أو بسبب المرض أو بسبب الحيض أو بسبب النفاس. فالواقع أنه أن صيام شوال لمن صام رمضان، والذي بقي في ذمته شيء من رمضان هذا لم يكن قد صام رمضان كله. ولهذا بعض الفقهاء يقول أنه لا يصوم ست شوال أبدا، ولو صامها ما وقعت، تكون نافلة عادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صيام ست أنها تكون لمن صام رمضان، وهذا لم يصم رمضان لأنه بقي على لا زال في ذمته شيء من رمضان، فهو لم يكمل رمضان. طبعا أوردنا هذا لا لنبين الراجح، إنما لنبين معنى قضاء وكيف فعلا أن الذمة مشغولة بهذه الأيام التي ترخص أو كان معذورا في الإفطار فيها. فإذا ما زال العذر فإنه يبادر بالقضاء، يبادر بالقضاء. ولهذا الأحسن أن يكون بعد العيد مباشرة إذا كان العذر قد ارتفع، إذا كان العذر قد ارتفع فإنه يبادر، ينبغي له أن يبادر بالقضاء مباشرة. لكن لا شك أنه لو أخر أياما ففي سعة، القضاء في سعة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: تكون الأيام علي من رمضان فأؤخرها إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهي تكون مشغولة بزوجها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وبأموره، مما ترى أن الصيام قد يضعفها عن القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تؤخره إلى شعبان. وقد يكون شعبان أيضا أرفق بها من حيث أنه قد يكون صادف وقت الشتاء أو نحو ذلك، فمما يدل على أنه للإنسان أن يؤخر، ولكن الأولى أن يبادر لأن الذمة مشغولة، وينبغي الإنسان أن يبادر. لماذا؟ لأنه أولا ليقضي الواجب، والأمر الثاني كذلك أن تكون متتابعة أحسن أيضا، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فلهذا يحسن أن تكون متتابعة أيضا، ولو أنه صامها متفرقة لا مانع، لكن إذا قضاها متتابعة فهو أحسن، لأنه لا يدري ما يعرض له من مرض أو وفاة أو، فالمبادرة هي الأولى. فإذا ما استمر معه العذر بعد رمضان طوال العذر، كما لو كان مريضا أو كانت حاملا وامتد الحمل بها مثلا 9 أشهر أو أحيانا قد وعقبها ولادة والنفاس ورضاع واستمرت معذورة، فإن لا شك العذر مقدر. فإذا ما جاء رمضان الآخر وهي لم تقضي وهي معذورة، فإنها تقضي بعد رمضان الثاني، تقضي بعد رمضان الثاني ولا شيء عليها. وكذلك لو كان مريضا واستمر معه المرض بحيث لم يجد، أو كان أيضا صاحب أسفار شديدة ولم يستطع أن يستقر، فكذلك أيضا فإنه ثم جاء رمضان الآخر فإنه يقضي بعد رمضان الآخر ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر وجاءه رمضان الآخر رمضان الثاني ولم يقضي، فإن الفقهاء يقولون إنه يطعم، يقول الفقهاء إنه يقضي ويطعم، إنه يقضي ويطعم، لأن في هذا آثارا جاءت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وأيضا فيها ضعف، وهذا أيضا أشرنا إليه بالأمس أنه إذا لا أشرنا لطعام في غير القضاء، أشرنا لطعام بالنسبة للحامل والمرضع إذا أفطرت لمصلحة ولدها أو جنينها، وكذلك الإطعام بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فإن هؤلاء يطعمون ولا يقضون. لكن المقصود هنا أنه إذا جاءه رمضان آخر من غير عذر فإنه يقضي ويطعم، هكذا قال الفقهاء. إذن هذه فيما يتعلق بالقضاء. أما إذا كان في عذر لا يرجى انتهاؤه،
كما لو كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخ كما ذكرنا بالأمس هرم كبير في السن لا يطيق الصيام وعقله معه، فإن هذا يطعم، يطعم ولا يقضي ولا قضاء عليه، يطعم ولا قضاء عليه. أما إذا مات، وهذا هو الحديث الذي معنا، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما إذا مات كما قلنا وفي ذمته صيام، فهذا هو معنا، هذا هو محل الحديث الذي معنا، والحديث في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. معنى الحديث كما هو ظاهر في لفظه أن الإنسان إذا كان عليه صيام، بمعنى صيام عليه بمعنى صيام واجب، من مات وعليه صيام صيام واجب، يعني الغالب ما يقال عليه إلا إذا كان إشارة إلى الواجب، والواجب إما يكون بإيجاب الشرع كرمضان أو كفارة، كفارة الظهار صيام تتابع، أو كفارة جماع في نهاية رمضان صيام متتابع شهرين، أو عليه نذر، أو كفارة يمين إذا كان عاجزا عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فإن يصوم ثلاثة أيام ثم مات وهي عليه. فإذا الوجوب إما أن يكون بإيجاب الشرع كرمضان والكفارات، وإما بإيجاب الشخص على نفسه كالنذر، كما لو قال إن شفاني الله لله علي أن أصوم خمسة أيام وستة أيام وشفاه الله لكنه لم يصوم، فهذا أيضا واجب عليه بشيء أوجبه على نفسه نذر، والنذر يجب الوفاء به. الحديث مطلق، الحديث مطلق من مات وعليه صيام، ولم يفصل هل هو صيام بإيجاب الشرع أو صيام بإيجاب الشخص على نفسه. بعض الفقهاء حمله على صيام النذر، حمله على صيام النذر، وقال إن صيام رمضان لا، إذا مات وعليه صيام رمضان فإنه لا يصام عنه، فإنه لا يصام عنه، لأن الأصل في العبادة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وإنما جاء هذا في الحج، جاء في الحج حينما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعلى حج فأحج عنها، وذلك رجل قال إن أبي أيضا مات وعلى حج فأحج عنه، قال رأيت لو كان على أبيك دين، رأيت لو كان على أمك دين، لكنهم قالوا في الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وأيضا قالوا في صيام الفرض لا يصوم أحد عن أحد. لكن الحقيقة أن الحديث هنا صحيح ومطلق، وليس هناك ما يقاومه، وليس هناك ما يقاومه، إلا أنه الكلام هنا في 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 ناحيتين. الناحية الأولى هل يصوم وليه أم لا، ثم إذا قلنا بالصيام هل يجب أو يستحب. الواقع أنه إذا قلنا يصوم عنه وليه فإنه لا يجب وإنما يستحب، ولا الأصل ظاهر الحديث أن من صام أما مات وعليه صيام صام عنه وليه. طبعا صام فعل ماضي خبر، لكنه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، كأنه قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، واللغة العربية معروفة في هذا، فمن جوابها صام عنه وليه بمعنى هي الجواب والجزاء، هي الجواب والجزاء، فكأنه قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، فهو خبر بمعنى الطلب، خبر بمعنى الطلب. لكن إذا كان طلب فالأصل في الطلب أن يكون للوجوب، الأصل في الطلب أن يكون للوجوب، إذا ما الذي صرفه عن الوجوب؟ الذين قالوا بأن من مات عليه صوم فإنه يصوم عليه وليه، يصوم عنه وليه، لم يقول بأنه يجب على وليه أن يصوم، إنما قال يستحب. فإذا ممكن نتساءل ما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب؟ الصارف له قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما معنى ذلك؟ لأنه لو قلنا بالوجوب فإذا نكلفه بشيء لا، ليس لازما عليه، بمعنى كان أن نقول لو لم يصم عنه فإنه يأثم، هذا لم يقل به أحد لو لم يصم عنه، فإن الذي صرفه عن الوجوب هو الآية، وليس الإنسان إلا ما سعى. إذن لأن لو قلنا بأنه يجب عليه أن يصوم معنى أنه لو لم يصم أثم، وهذا لا يقول به أحد، لا يمكن أن يأثم بفعل غيره أو بإهمال غيره إن كان مهملا، وإنما هذا لا شك أنه على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. والذي يبدو أنه فعلا أن للولي أن يصوم، أن للولي أن يصوم، سواء كان صوم فرض أو سواء كان صوم رمضان أو واجب آخر كالنذر أو الكفارات، أو الكفارات، إلا أن الكفارات وكذلك أيضا يعني قبل أن نأتي الكفارات، لو كان على عشرة أيام من رمضان مثلا مات
وعليه 10 أيام من رمضان، وقلنا يصوم عنه وليه. فجاء من أولاده وعنده 10 أولاد، عنده 10 أولاد أو حتى بنين وبنات، فقالوا نريد أن نصوم عن والدنا، كل واحد يصوم يوم، كل واحد يصوم يوم. نقول صحيح، لو كل واحد صام يوم، وكذلك لو صاموها في يوم واحد، كل 10 صاموا في يوم واحد، يوم الاثنين مثلا أو يوم الثلاثاء، صح، لأن 10 أيام وإن كانت في يوم واحد، كلهم 10 5 أولاد وخمس بنات صاموا يوم الثلاثاء جميعا، فإذا هذا أيضا يصح، ويكون صاموا 10 أيام التي على أبيهم. لكن لو كانت متتابعة، كما لو كان شهرين متتابعين، كما لو كان كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، فهل يصوم الأولياء يتوازعونها؟ مثلا واحد يصوم 5 وواحد يصوم 5، كما لو كانوا 12 مثلا، و12 في 65، كل واحد يقول أنا أخذ 5، فإذا بدأ واحد يبدأ الأسبوع الأول والثاني الأسبوع الثاني، وهكذا يتسلسلون. ظاهر كلام الفقهاء نعم، أنه ممكن يعني يكون متتابع، وبعضهم يقول لا، أنه ما يصير متتابع، لا تسمى متتابع، لأن الواقع الأول ما صام إلا 5 مثلا، والثاني صام 5 وهكذا، لأنه فلا تكون والفرض أو المطلوب أن تكون شهرين متتابعين. ثم من هو الولي؟ يقول من مات عليه السلام وصام عنه وليه. الذي يبدو أن الولي هو معناه القريب، لكن أكثر الفقهاء حملوه على الوارث، حملوه على الوارث يعني الذي يرثه، وقد يكون الوارث أقرب الحقيقة، باعتبار أنه هو الذي بينه وبين هذا الميت صلة أكثر، باعتبار الغنم والغرم، باعتبار الغنم والغرم، ما دام أنه وارث فهو مستفيد، فأيضا يتحمل الخراج بالضمان والغنم والغرم، ومن غنم غرم. فمن هنا أكثر الفقهاء حملوه على الوارث. والذي يبدو أنه لو صامه أي واحد، حتى لو صامه أجنبي، الذي يبدو أنه لو صامه أجنبي بمعنى ليس قريبا، إنما صديق له أو واحد تبرع قال والله أنا فلان عزيز علي وهذا فأنا أصوم عنه، يبدو أنه صحيح أيضا، أنه يصح. فإذا نتحصل من كل ذلك أن من مات وعليه صوم، سواء كان صوم نذر أو صوم فريضة، فإن لوليه أن يصوم عنه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، فإنه يصوم عنه الشيء الواجب. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، والعلماء لهم نزاع كبير، ولكن هذا هو الأظهر والأرجح، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.